ألف سرد وسرد معي أنا لقمان دير هكذا حدثنا حرب من طرف واحد قربت مطولة وشريك والله لنكيف حرية ودمع لا يكفكف يا دمشق إذا الشعب يوما آخر أيامك يا باذنجان لا تشلحه بيشلح لحاله الدرائن اللي بيتجوز أمي بقله يا عمي امشي الحيط الحيط للحيطان آدان اللي ما داق المغراية ما بيعرف شو الحكاية الله يفرج بسيطة يا عرصة حقوق إنسان أنا إنسان ماني حيوان رأي عام عالمي مجتمع دولي سلمية براميل حرية معتقلات الله لا يوفقه للهاون إرهابيين جماعات مسلحة غارات جوية اشتباكات أرضية حوالينا وما علينا 100 شهيد الله يطفيه بنوره الحل السياسي الحسم العسكري مفاوضات مؤتمرات فندق مطعم إغاثة بلم مهرب نفر لاجئ يونان ميتاليني مقدونيا صربيا النمسا برغاليا بلغاريا بصمة هنغاريا سور المجر كامب سوسيال بوست سترة نجاة زمير غرقة صليب أحمر الخفر التركي الخفر اليوناني مياه إقليمية قارب صيد بحري إيطاليا إشارة النصر برج إيفل خط أحمر مكتب السعيد إشارة النصر قتلى مجزرة مروعة مجزرة غير مروعة قلق بانكيمون أمم متحدة أبو بكر البغدادي أبو محمد الجولاني المهدي المنتظر تاو ستينجر مضادات طيران مضادات حيوية مشافي ميدانية قصف مشفى ميداني مقتل طبيب مقتل طبيب مقتل آخر طبيب قصف على المشافي قصف مشفى التوليد من بطن أمه للقصف قصف المقابر من قصفة عظامه مات تحت التعذيب دوشكا تفجير مفخخة حماية المقدسات حماية الأقليات لا للطائفية لا للإرهاب واحد 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 الشعب السوري واحد يا حيف كتيبة القعقاع فرع فلسطين مخابرات جوية ألمانيا ماما ميركل عمر سليمان ورنة لمشمل معارضة دولارات كله منك يا حمد شكرا قطر شكرا روسيا شكرا الصين خطة بندر السندويشة والخمسمية ثورة السندويش شينجليش زعتر حمرة طويلة بضاعة سورية دكان أندومي قلواز أصفر ميرسين أنتاب سواح بسترماية شكرا على نعمة المطر مظاهرة شتوية قصف الجامعة مظاهرات تخرج من الجامعة ألمانية مجتمع مدني الله أكبر تكبير من ربك ولا هاي الحرية اللي بتكنياها كتيبة أبو الفضل العباس فيلق بدر 2016 وطني عم يوجعني حداد حبوا بعض سوريا بدها حنية الموت ولا المذلة على الجنة رايحين شهداء بالملايين جاك الدور جايينك جايينك خلصت البوط العسكري جيش الوطن حماة الدياري انخربت بيوتنا شنطتنا يا أبو شريك قادمون لن نسمح يشعر بالقلق أنجلينا فيسبوك حصار هدنة حرب أهلية سيفيل وور ثورة خونة انتهازيين مثقف شاعر مناضل فنان حر فنان ندل شبيح حرب من طرف واحد مقبرة جماعية مجانين طلاق زواج أرس حزين اندماج لغة صعبة خبز سوري فروج فروج مشوي كباب شاورما فلافل جوائز أمسيات شعرية مؤسسة ثقافية تمويل مركز بحوث رواتب معونات فيزا تجديد جواز سفر أخصراي أيام الأسد معدودة ولاية أوباما الثانية ترامب هيلاري برج خليفة برج العرب أمة الإسلام فيديو مفبرك صور من المريخ قربت مطولة أو شريك هكذا حدثنا هذا البشر كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو